إليكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. مظاهرة احتجاجية في جنديرس شمالية حلب للمطالبة بمحاسبة المتورطين بقتل 5 مدنيين خلال احتفالهم بعيد النوروز. المجلس الإسلامي السوري والحكومة السورية المؤقتة يدينان حادثة قتل مدنيين في جنديرس خلال احتفالهم بعيد النوروز، ووزارة الدفاع تفتح تحقيقاً بالحادثة. منظمة الصحة العالمية تدعو المجتمع الدولي إلى دعم أنشطة الاستجابة الصحية المنقذة لحياة 4.9 مليون شخص متضرر جراء الزلزال في جميع أنحاء سوريا. المفوضية الأوروبية تعلن تقديم أكثر من 6 مليار يورو لتركيا و950 مليون يورو لسوريا كدعم لجهود إعادة الإعمار والتعافي المبكر بعد الزلزال الذي ضرب البلدين. وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يقول إن الاجتماع الرباعي بشأن سوريا قد يجري خلال الأيام القليلة القادمة. حرس الحدود التركي يوقف 30 سورياً بينهم نساء وأطفال عبروا الحدود السورية التركية في ولاية كيلس ويسلمهم لإدارة الهجرة التركية في الولاية.